السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يوم جديد وفيديو جديد. مرحبا بكم في قناتي سالي في بريطانيا. اليوم جيت باش نوجد معكم هذا الفلان ديال البيضات اللي كيجي لذيذ جدا وشهي. ودابا كنقول لكم يلا معايا باش نحضروه مع بعضياتنا. نمشيو للمقادير وطريقة التحضير. المقادير ديالنا كالتالي: عندنا 500 مليلتر ديال الحليب نصف لتر، 4 البيضات، 100 غرام ديال السكر. غادي نستعمل الفانيليا، بغيتو ديروا فانيليا، بغيتو ديروا ليمون، نكهه الليمون، بغيتو تخليوها غير هكذا ثم اللي بغيتو. ودابا غادي نبداو في طريقه التحضير. غادي نديروا البيضات ديالنا، غادي نزيد البيضه الثانيه. غادي نزيد المعلقه ديال الفانيليا. السكر ديالنا، صافي. دابا غادي نضيفو الحليب. نحاولو نحركو مزيان البيض ديالنا باش يتجانسو مزيان مع الحليب. ودابا غادي ندوزو نوجدو الكراميل ديالنا. الكراميل غادي ندير واحد قول 50 غرام ديال السكر. 50 غرام ديال السكر. غادي ندير معاه واحد جوج المعالق ديال الماء، وغادي نخليه حتى يطيب على خاطر حتى يرجع كراميل يتكراميليزا. صافي درنا فوق النار، غادي نخليوها ما نحركوها ما نديرو والو، نخليوها حتى يتكراميليزا على خاطرو. صافي هو الكراميل ديالنا وجد. دابا نمشيو باش نخويو فلان في المولد اللي غادي ندخلوه من الفران. صافي غادي نخوي الكراميل هنا. صافي دابا غادي نخويو الخليط ديال الفلان ديالنا في المول اللي غادي يدخل الفران. غادي ندير في بانيو ماريا ولا حمام ماريا، عمرت الما حتى لهنا. غادي نديرو فيها، صافي غادي ندير نغطي. صافي دابا غادي نحشيها في الفران. نتوما إلا مكانتش عندكم شي حاجة بالغطا، عملو بابيل ألومنيوم ولا شي حاجة اللي كتشد، أي حاجة. وكاين كيتباعو هادوك المولدات ديال الفلان كيتشادو،
وصافي غادي نديروها في الفران واحد ساعه وغادي نرجع معكم. البلان ديالنا ها هو من بعد ما طاب يعني خرجته من الفران وخليته يبرد يعني شحال ما بقى يبرد جوج ثلاثة سوايع شوها في الثلاجة. إذا كنتوا غادي تاكلوه في السحور وجدوه قبل يعني وجدوه في النهار، إذا كنتوا غادي تاكلوه لغدا يعني وجدوه في الليل، نتوما على حسب. الأحسن يبقى بزاف يعني جوج حتى ثلاثة سوايع عاد كولو كيجي رائع جدا. المهم صافي بقاو معايا باش نمشيو لطبق التقديم. يلا نمشيو له. ها هو الفلان ديال البيض ديالنا ولا الكريم كراميل وجد، ودابا ما عليكم غير تاكلوه بالصحة والعافية. وصافي كنكون وصلنا لاخر الفيديو ديالنا و كنقول لكم شكرا على المتابعه ديالكم ليدي، وشكرا على التعليق الجميله اللي كتخلي بلي، والناس اللي عاد كيشوفوا القناه ديالي كنقول لكم شكرا، وما تنساوش تشتركوا في القناه ديالي وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله. ودابا كنقول لكم مع السلامه، الى اللقاء في الفيديو القادم ان شاء الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.